حلمك كان يوم فكرة بسيطة، زرعة بتسقيها وبتصونها. كافح وسعى، ده علشان نفسك انت القصة وباقي مضمون. اوعى تفتكر ان خلاص كده مفيش وقت ولا امل، وان الفرصة راحت والامتحانات قربت. طالما عندك ثقة بالله عز وجل وبنفسك وقدراتك وتعب اهلك، ومتيقن ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، فتأكد انها كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى، وهيجازيك خير ويراضيك بحلمك اللي بتسعى ليه. خليك واثق انك في الوقت ده من السنة ايا كان مستواك، فرصتك ما انتهتش، فرصتك لسه بتبتدي يا صديقي. خليك فاكر دايما ان الفرص ما بتخلص، لكن في فرص ما بتتعوضش. حط في ذهنك صورتك مع اهلك وانت محقق حلمك وفرحتهم وفخرهم بيك، وابدأ اتعامل على الاساس ده من اللحظة دي. وافتكر دايما ان اللي وصل ما كانش احسن منك ولا امكانياته احسن منك، هي بس كانت مسألة سعي وصبر لاخر لحظة، واخذ بالاسباب وترك النتائج لمسبب الاسباب. النجاح الحقيقي مش انك ما تقعش، النجاح الحقيقي انك تعرف تقوم بعد ما تقع. واحنا هنا علشان نساعدك تعمل ده وتوصل لحلمك وتفرح بيه نفسك واهلك اخر السنة، زي ما ساعدنا بفضل ربنا الاف الطلاب السنوات اللي فاتت، كان منهم اوائل الجمهورية واوائل المحافظات والادارات والمدارس على مر السنين اللي فاتت. الاحلام مش صعبة ولا مستحيلة، بس كان اهم ميزة في كل طالب وصل لحلمه الصبر والسعي والاستمرارية. خليك فاكر انت مسؤول عن السعي مش مسؤول عن النتيجة. الخيال والتمني والسعي والعمل والتوكل 90% من تحقيق النتيجة. أهلك تعبوا جدا معاك ونفسهم يفرحوا ويستاهلوا تتعب علشانهم، وده سبب كافي إنك تجتهد الفترة الجاية على قد ما تقدر. عافر حتى النهاية، عافر أنت الحكاية.